السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على فلاديمير، وين يستبعد نجم يعني تاع كسموها سيتي منصف بك بكرة نجم نادي نيويورك سيتي، يعني أكدت مصادر أن المدير الفني المنتخب الجزائري البوسني فلاديمير استقر على استبعاد مهاجم الواعد منصف بكرار نجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي من قائمة النهائية المعنية بمعسكر شهر جوان المقبل ومواجهة غينيا وأوغندا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026 بسبب تراجع مستوياته الفنية وخروجه من حسابات مدربه التكتيكية. حنا وين راك تشوف يعني ماشي نجيبو اسم، ماشي نجيب اسماوات، لازم يتبع هذا، راه يتبع من يجيب الافضل اللي راه واجد، ماشي يجيب اصدقاء. كاش اصدقاء؟ ما كاش اصدقاء. الغلطه اللي دارها المدرب السابق عندما طاح في العاطفه ولا متعاطف ويتعاطف في التعاطف، قاتنا موريتانيا خرجت لهم كاع العاطفه اللي كانت فيهم، هي تربحوا. هذه هي كاش هذي تاع نجيبها، لا نجيبها، لا يلعب في الماريكان نجيبها، لا. هي النهار الاول، النهار اللي جا المدرب اللي طردته موريتانيا، انا عقلها اول ندوه صحفيه قال لهم لو كان تلعب في ريال مدريد وتقعد درو بلاصو ما غاديش نجيبك. عقلوا عليها وفرحنا، انا واحد من الناس فرحت. انا شفت واحد شعب خطأ يكتب لي قال لي انت كنت الوالد تقول لهم تحيه بالماضي، وقت نقول فيها تحيه بالماضي، بصح بعد بالماضي شاهدنا المستوى هود. نقول لك بلي انا عندي ليكيب ناسيونال، قلت لك تحيه بالماضي. انا هذا المدرب يفشل على غادي نقعد نصفق عليه، ولا على بين حشم انا من الوالد صادي ولا بين حشم نقعد نصفق عليكم؟ غالطين انا، راكم غالطين. عندي منتخب وطني جزائري، عندي نتائج، نتائج خويا، نبغي ليكيب ناسيونال بالنتائج. كاش ما تجيش تقول لي بلي رانا خاطش عليك، كاين امكانيات، كاين كلش. ما تقوليش بلي او لازم نوقفوا معاها في الشده، نوقف معاها في الشده كي نشوفوا الناس تخدم باه يخدموا، ماشي بنادم مطرود ثلاثة شهور تجيبه يلعب واحد كامل كاع تجيبو يلعب واحد جايبه باه يتصفي به حسابات. سليماني ولاو يجيبوه في يصفاو به حسابات مع تاصفاوت، ومن بعد بغاو يصفوا حسابات معاه بيحطمو لك مقياسي تاع بلومي 147 مباراة دولية، بغاو يحطمو هذاك الرقم. كاش منها هذه كاع، ما كاش منها هذه، انا ما نوقفش معاك. نهار اللي جا لونترينار ذاك بالماضي ميجا، نهار الاول ميهدر قال لهم انا تلعب في الريال ما نسمعش بيك، تقعد روبلاسو في الريال ما نسمعش بيك. من بعد ولينا نشوفو ناس في ليون راقده بالعمري، راقده بالعمري، واحد قال لي بالعمري يبغي بالماضي، وبالسيف يبغيها وجابه خرج جامل، كان يجيبه من الكونجيلاتير يلعبه من الفريقو يلعبه مالكم، وبالسيف يبغيه وكيما. ويحضر بكرار يعني صاحب 23 عام ضمن قائمة موسعة، وين حضر يعني قائمة موسعة المنتخب الجزائري، لكنه لم يكن ضمن قائمة مختصرة لمعسكر الشهر المقبل. وأشارت مصادر إلى أن النجم نادي نيويورك سيتي ضحية منافسة شديدة داخل المنتخب الجزائري، والتزم مدرب بضرورة تقليص قائمة النهائية إلى 25 لاعب بعد أن استدعى 31 لاعب خلال معسكر شهر مارس الماضي، ومنها بكرار الذي تألق في وديتين بوليفيا وجنوب إفريقيا آنذاك. وكان المهاجم نادي وفاق ستيف الجزائري السابق ترك انطباع قوي خلال وديتين بوليفيا وجنوب إفريقيا، ومنها صناعته للهدف العالمي الذي سجله ياسين بنزية في مرمى بافانا، وتلقى بكرار إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام. لكن تغيير وضعيته في نادي نيويورك سيتي مؤخرا أسهم في تراجع حظوظه، وسجل الدولي الجزائري الصاعد رقم سلبي بكل مقاييس يعني مع ناديه نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث خاض 11 مباراة منذ شهر فيفري الماضي،
في الموسم الجديد، لكن دون أن يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة، رغم أنه يلعب في منصب مهاجم صريح، ما عرضه لانتقادات يعني قاسية من الجماهير فريقه ووسائل الإعلام، ودفع مدربه إلى التخلي عن خدماته في مواجهتين آخرتين بعد أن لعب 10 مباريات أساسية. وأنا أمنوني بالله العلي العظيم، والله لكي شفت هذاك مسيلمة الكذاب يشكر فيه، راه عندي فيديو قلت له ديسكت عليه في الماريكان تبعته، قلت له والله لا عندي فيديو نهار اللي هضر عليه، قلت له يا ودي سكت في الماريكان تبعته غادي ما يوليش يلعب، هضر عليه بعد المباراة تاع بوليفيا وجنوب افريقيا، قال واش انت عجبني يا خاوتي، والله لا عجبني ما شاء الله عجبني عجبني عجبني، قال فا درت له فيديو قلت له انت هذا غادي ما يوليش يلعب، ما يوليش ماركي، ما يوليش ماركي، ما جابوش غير ليكيب ناسيونال، راني خايف على بن ناصر، الله يجعل ما يجبدش على بن ناصر، إلا جبد على بن ناصر بزاف، والله لا جابلو ريكاد، وعقلوا عليها مليح شنو نقولكم، أنا نقولكم، هادو معرز معرز طيحوا له النيفو تاعو بالهضرة تاعهم، مدرب ذاك بالماضي كان مدرب كان منها كان يدور يدور، من نهار اللي ولاو بالماضي كلنا بالماضي كرهوا بالماضي، راهم يديروا عشا ما يولاش يعرف يدير تاكتيك دو جو، ما يولاش يعرف يدير التغييرات. يعني وجهنا الإعلام ودفع المدرب إلى التخلي عن خدماته في مواجهتين أخيرتين بعد أن لعب 10 مباريات أساس دون أن ينجح في افتتاح عدد التهديفي. وجاءت أرقام بكرار معاكسة لما حققه الموسم الماضي عندما سجل 3 أهداف في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وبات النجم الجزائري مادة دسمة لوسائل الإعلام الأمريكية المتخصصة في كرة القدم، حيث تم الحديث عن سر صيامه التهديفي، كما تعرض لانتقادات قاسية من جماهير فريقه في منصة التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي بلغت في بعض المواقف حد السخرية والتهكم عليه. وبغض النظر عن وضعية الفنية الحالية لمنصب يعني بكرار، فإن منافسة شديدة داخل المنتخب الوطني الجزائري بخصوص منصب مهاجم صريح زادت الأمر تعقيد، لا سيما في ظل وجود أسماء ثقيلة يتقدمهم المتألق بشكل لافت هذا الموسم، محمد أمين عمورة نجم نادي يعني البلجيكي وأمين جويري نجم نادي ستاد ران الفرنسي. وحتى ولو أن اللاعبين المذكورين ليس بمواصفات بكرار المهاجم وعدم ارتياحهما غالبا في منصب المهاجم صريح، فإن المدرب يعتبرهما رقمين يعني مهاجمين. كما أن عودة بغداد بنجاح إلى مستوياته المعروفة وامتلاكه للخبرة الإفريقية رجح الكفة على حساب بكرار في حسابات المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير، والذي أكد للاعبيه بعد نهاية معسكر شهر مارس الماضي بأن معيار المشاركة بانتظام والتألق مع أنديتهم هو العمل المحوري لاستدعائهم بصفة منتظمة للمنتخب الجزائري. سمعت ولا ما سمعتوش؟ عوضوا إذا ما تلعبش تاب النادي تاعكم بجي لهنا تلعب لي أنا هنايا دار عجزة، اللي ما يسيبش برا وين يبات يجي بات. لا صحيح راح ذلك هذيك العقلية قلعوها، معيش الفلان ما راش يلعب ما يعيطلوش، ديك معيط ما تخلع ما والو نورمال، مدرب كي يجيب اللعابة يعرف كيفاش يلعب بيهم، تغيير يسخصو في الدوزيام ميتو يسخصو في ربع ساعة التالية يسخصو دونتري يسخصو، دخلوا روحكم تفرج وكذب وهدر، نتوما موالفين كيما هكا تبعوا الجرة ما تكثروش النبيح، شموا الريحة بصح ما تكثروش النبيح برحمة الوالدين، خلوها كيما هكا مليحة. هايو شو بير يا ما صار يقبلوا لهم تاع فلسطين هذيك ما يقبلوا لهمش ما نعرف يا عبدي سيبا قبلوا لهم ساكن يا سيبا صاحبي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وماذا بكم تفعيل الجرس وفاني كلمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.